مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حامل المسك. موضوعنا النهارده مهم جدا، موضوعنا بيتكلم عن الامام ابو حنيفه، وده اللي هتوضحه الباحثه مروه محمد مهدي، باحثه شرعيه بكليه دار العلوم جامعه القاهره ومديره مركز دار البيان للتعليم عن بعد. برحب بحضرتك. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. في البدايه عاوزه اعرف من حضرتك، يعني الامام ابو حنيفه ولد سنه كام؟ وعرفينا قصه حياته. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن الإمام الشافعي، وده كان إمام جليل من أئمة الشام ومصر. الحلقة دي هنتكلم عن إمام هو من فرائد زمانه، كان إمام فريد. تمام. الإمام أبو حنيفة النعمان. الإمام أبو حنيفة ولد سنة 80 هجرية بمدينة الكوفة في العراق. تمام. وقلنا المرة اللي فاتت إن هو توفي سنة 150 هجرية، اللي هو العام الذي ولد فيه الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي تتلمذ على تلميذ الإمام أبي حنيفة النعمان اللي هو الإمام أبو يوسف. كان ليه الإمام أبو حنيفة كان ليه تلميذين من أعظم تلاميذه، الإمام محمد بن الحسن والإمام أبو يوسف. أبو يوسف ده هو أستاذ الإمام الشافعي. تمام. فالإمام أبو حنيفة ولد في مدينة الكوفة بالعراق سنة 80 هجرية، وقيل إن الإمام أبو حنيفة، وده قول يعني عليه أكثر العلماء، أنه من التابعين، من تابع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عاصر من الصحابة الكثير، قالوا أبرزهم كان أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى. فإذا من عاصر الصحابة وأخذ عنهم فهو من التابعين. فكان أحد العلماء يقول حب أبي حنيفة من الإيمان ومن السنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالإمام أبو حنيفة من القرون الخيرة اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تولد 80 هجرية عاصر من الصحابة فأصبح من التابعين. تمام. فكان من العلم والزهد والورع ما لم نره عند أحد غيره. وكمان تفرد الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة كده هو صاحب مذهب من المذاهب الأربعة المشهورة، وهو أول المذاهب اللي هو المذهب الحنفي. تمام. صاحب مذهب، تفرد عن الأئمة الأربعة بأنه من التابعين لأنه عاصر الصحابة كما قلنا. فكان يشهد له بالزهد وبالورع وبالعلم. أول بداية الإمام أبو حنيفة وهو صغير السن ولسه في ريعان شبابه، كان بيحب الفلسفة وعلم الكلام. فجاءه أحد أصحابه أو أحد الناس بيسأله عن مسألة، ثم جاءته امرأة تسأله عن مسألة في الحيض. تمام. فلم يعرف الجواب. فقال زهدتني امرأة وفقهتني امرأة وخدعتني امرأة. تمام. طيب مين المرأة اللي خدعتك يا إمام؟ قال كنت أسير في الطريق فوجدت إنسانا. وكلمة وجدت إنسانا العلماء ما يقولوش كلامه خلاص، كل كلمة عند العالم لها وزن بميزان الذهب، لها تفسير معين. لما يقول وجدت إنسانا يعني هو الرجل يغض بصره فلا يرفع عينه لكي يرى هذا رجل أو امرأة ويتفقد الناس في الطريق. إذا هو يغض بصر وهو يمشي في الطريق فلا يعرف من الذي أمامه. فقال فوجدت إنسانا يشير إلى شيء في الأرض، فإذا بها امرأة، يعني هو تفاجأ أن هي امرأة، فظن أن في حاجة وقعت منها وهي مش عايزة تخفض نفسها علشان تاخدها من الأرض. فتناولها ليعطيها إياها، فقالت هي معك فعرفها حتى تجد صاحبها. المرأة ست فقيهة عارفة أحكام اللقطة. اللقطة إن حد وجد شيء على الأرض ففي الفقه لابد أن تعرفه، وبعض الفقهاء قال تعرفه عام كامل، يعني لا يحق لك أن أنت تستفيد باللقطة اللي أنت وجدتها في الأرض دي. لقطة يعني شيء له قيمة أنت وجدته في الشارع، زي ما بتلاقي حتة ذهب في الشارع، بتلاقي فلوس في الشارع، بتلاقي أي حاجة. فسبحان الله العظيم، المرأة كانت فقيهة، بدل ما تتحمل أمانة أن تحمل هذا الشيء عندها عام كامل، وجدت الإمام أبو حنيفة في الطريق فقالت احمله حتى تجد صاحبه. فخدعته امرأة.
تمام. وزهدته امرأة. لماذا؟ لأنها وجدت أبو حنيفة في الطريق فقالت هذا أبو حنيفة يصلي الفجر بوضوء العشاء. يصلي الفجر بوضوء العشاء طبعا صح؟ طبعا ده من وقار الرجل قيام الليل اللي بيخلي فيه سمت للإنسان وفي عزة للإنسان عند الله عز وجل ويهابه الخلق أن يكون من قوام الليل. قيام الليل ده عبادة عظيمة وقالوا إنها تكسب صاحبها الوقار في الدنيا والآخرة. فعشان كده كان متوضي من العشاء لا قال والله لا أحققن ما قالت. هو ما كانش بيعمل كده على طول. يعني إيه صلى الفجر بوضوء العشاء؟ يعني ظل يقيم الليل من العشاء حتى أذن للفجر. هو بيقيم الليل فسبحان الله العظيم. فقال زهدتني امرأة. فأصبح 40 عاما حتى مات يصلي الفجر بوضوء العشاء. تمام. طيب وفقهتني امرأة. قال وفقهتني امرأة سألتني مسألة في الحيض فلم أعرفها. طيب هي كان هدفها إيه لما كانت بتسأل؟ لأنه كان معروف ومشهور بين الناس بالورع. الإمام أبو حنيفة كان تاجر في بداية حياته. كان تاجر كان يبيع الخز. الخز يعني الحرير. فكان راجل تقي وورع وكان من شدة ورعه وشدة يعني معرفة الناس له بأنه مصلي رجل من المصلين أو المكثرين في الصلاة كانوا يلقبونه بالوتد. أبو حنيفة الوتد. لماذا الوتد؟ من كثرة قيامه في الصلاة حتى أنه صلى ركعة بالقرآن كاملا. إن شاء الله. يبقى قام ركعة طوال الليل من العشاء إلى الفجر. طيب في حد من المشاهدين مش هيكون فاهم الحتة دي ويقول طيب إزاي هي في صلاة ركعة واحدة؟ أيوة صلاة الوتر ركعة. أقلها ركعة صلاة العشاء. فبعد بعد العشاء الوتر بيبدأ من بعد صلاة العشاء. فهو بدأ في الركعة صلى بالقرآن كاملا وكان يقول والله ما كانت سورة في القرآن إلا أوترت بها. يعني أوتر مرة بالبقرة أوتر مرة بسورة الحجرات أوتر مرة بآل عمران. انظري السور الكبيرة هذه نحن ربما يعني لا نقيم بها الليلة في رمضان. فالآن الإمام أبو حنيفة من شدة ورعه كان يقيم الليلة ربما بجميع القرآن من العشاء إلى الفجر. طيب الإمام أبو حنيفة زي ما قلنا كان تاجرا يبيع الحرير. طيب التجارة دي احنا بنقول كده كعوام بنقول التجارة شطارة صح كده؟ لكن الشطارة اللي احنا بنحاول نتعلمها ونعلمها وتسعة أعشار الربح في التجارة لازم ان يصاحبها الحلال. وكسب الحلال من أكثر ما يجعل الإنسان مستجاب الدعوة. فاللي جعل الناس دي مستجابة الدعوة الرزق الحلال. فكان الإمام أبو حنيفة من التجار المشهورون بالورع حتى الحرير صح؟ الورع اللي هو التقوى. فكان بيبيع الحرير اللي هو الخز. فكان سبحان الله العظيم جاءوا رجل علشان يشاركه في التجارة. فالإمام أبو حنيفة كان معاه متاع كام؟ متاع يعني عدة أثواب. الثياب التي يبيعها الحريرية. فأعطاها لصاحبه حتى يقوم بشأن في السوق. يعني هيعمل عمل ما في السوق. فأعطاها لصاحبه وقال إن بها ثوبا به عيب. فإن جاء أحد ليشتريه فعرفه عيبه لأن الثوب المعيب هيقل ثمنه في التكلفة. صح كده؟ تمام. فسبحان الله العظيم فنسي الرجل وجاءت امرأة فاشترت الثوب بعيبه ولم يعرفها العيب. فعندما رجع الإمام أبو حنيفة وعرف ذلك ماذا فعل؟ تصدق بجميع المتاع. وكان تمن برغم المتاع كام؟ يعني برغم ان هو كمان عرف الشخص ده عرفه. ولكن الانسان سبحان الله العظيم اللي بيتحرى الحلال لا يحب ان يقع في جوف ولا في جوف ابنائه لقمه من حرام. فالامام ابو حنيفه تبرع بكل متاعه لوجه الله تعالى. كان تمنه كام المتاع دوت؟ كان تمنه 30,000 درهم. وطبعا تبرع بكل اللي كان معاه.
جميع ماله، وكان إمام بار بأبيه وأمه ومشايخه وطلابه. إزاي؟ الإمام أبو حنيفة كان من شدة ورعه يتصدق عن أبيه وأمه في حياتهم وبعد موتهم، فكان يتصدق عن كل يوم عن أبيه وأمه كل واحد منهم بعشرة دراهم. صدق عن أبيه وصدق عن أمه. طيب هل أبوه وأمه كانوا أحياء ولا أموات؟ كانوا أحياء. أحياء، وبيتصدق عنهم وهم أحياء، وهذا من البر. وأكثر ما يجيب دعاء الرجل بره بأمه، والأم طبعا لا يغني هذا عن الأب، يعني بر الأب ده واجب، ولكن الشريعة تقدم الأم لعظم قدرها وفضلها على أولاده. تمام. فكان يتصدق عن أمه وأبيه. طيب على طلابه، كان في حكاية مشهورة جدا بين طلاب العلم عن أبي حنيفة رضي الله عنه مع طالبه، كانوا يلقبونها بحكاية إلزم الحلقة. بمعنى أحد طلابه كان شديد الذكاء، وعلمنا مشايخنا حاجة جميلة جدا، إن الطالب النجيب شيخه يحرص على وجوده في درسه لأنه هيعلم الناس من بعده. ما هو أنت اللي هتبلغ عني، فأنت أمين على علمي، فأنا أحرص أنك تكون قريب مني. هكذا ديدن العلماء أو عادة العلماء، تقرب الطالب النجيب. طيب الطالب ده كان من قوم فقراء، من أسرة فقيرة. فأبوه قال يعني نحن نحتاجك للعمل، فاترك الدرس واذهب إلى السوق لتعمل. تمام. فجي الإمام، سيدنا الإمام أبو حنيفة افتقد الطالب، طالب نجيب وهو لا يجد أمامه في الدرس، فماذا فعل؟ فسأل عنه وبحث عنه في السوق. فقال يا غلام لماذا لم تحضر الحلقة؟ فقال إن أبي يحتاج المال وأنا أبيع وأشتري في السوق. تصدق. فأعطاه 100 درهم وقال خذها والزم الحلقة، وكلما فرغت منها، يعني انتهت الفلوس اللي معاك، أعطيك مثلها. والزم الحلقة. فالإنسان الذي يحرص على العلم، يعني دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى يبارك في مشايخنا وفي علمهم ويجعلنا دائما برين بيهم. الإنسان يدعو لشيخه ويكون بار بيه حتى في عدم وجود شيخه، سواء شيخك موجود أو مش موجود، معلمك سواء علم دنيوي أو أخروي. من الأدب إن أنا أبقى بار بشيخي، واحنا اتعلمنا ده من مشايخنا ازاي كانوا بارين بمشايخهم. سيدنا الامام ابو حنيفه كان تلميذ الامام حماد بن ابي سلمة، كان يقول والله ما مددت رجلي نحو دار شيخي لا حيا ولا ميتا. احتراما لشيخ. طيب شيخه كان بيسكن فين؟ كان بين داري ودار شيخي 7 سكك. مسافه كبيره. 7 شوارع زي ما احنا بنقول كده. يعني بينه وبين دار الإمام حماد بن أبي سلمة 7 سكك. وكان لا يمد رجله في بيته إلى ناحية دار شيخه. للدرجة دي. وبعيد عنه، فهو يعني بعيد عنه 7 شوارع، وهو لا يجلس في داره ويمد رجله ناحية بيت شيخه. أدبا مع شيخه. وكان يقول والله لما مات شيخي كنت أتصدق عنه وما صليت صلاة إلا دعوت له في كل ركعة منها ولمن علمني وتعلم مني. يدعو لشيخه ولجميع من تعلم منهم ولمن علمه وعلمهم أيضا، لطلابه يدعي لمشايخه ويدعي لطلابه. وكان شيخي دايما لما أقول له يا مولانا ادعي لي يقول لي إيه؟ يقول لي ولمن علمنا وتعلم منا. يدعي المشايخ ويدعي لنا، فإحنا تعلمنا منه. فسبحان الله، دي صدقة وزكاة العلم. أكيد. إنك لا تكتمه. ده الإمام أبو حنيفة اللي بعض الجهال الآن بيذم في فقهاء المذاهب الأربعة. يا أخي ده الإمام أبو حنيفة ده بقول لك أحد التابعين، يعني حبه من السنة. فتذم الإمام أبو حنيفة وفقه الإمام أبو حنيفة، اللي سبحان الله العظيم يجي إمام واحد زي الإمام الشافعي من أكابر العلماء ويقول لك كل الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، يعني عالة في الفقه على أبو حنيفة. ليه؟ لأنه سبحان الله العظيم وضع الفقه الافتراضي،
المسائل اللي كان بيناقشها الإمام أبو حنيفة ما كانتش موجودة في عصره. فالناس اللي بتتكلم في التجديد في الفقه اقرأوا كتب المذهب الحنفي وشوفوا الأمثلة التي لم تقع بعد هو يتكلم عنها سنة 80 هجري. احنا 1444 أو بعد. للأسف ما فيش حد مهتم. الإنسان ما يتعلم بيقول لك كده سبحان الله العظيم، من قل علمه كثر إنكاره ومن كثر علمه قل إنكاره. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى الإنسان أنتم بعثتم ميسرين زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لما تتكلم مع الناس في دين الله عز وجل يا أخي كن شفيق ورفيق بالناس، ما تكونش مشدد. الناس اللي كانت سبحان الله العظيم بتفتي في دين الله عز وجل على الفضائيات وتطلق الناس من بعضيها وتهدم البيوت بغير علم، وهو لم يكن إلا واعظا في النهاية ومش فاهم حاجة. طيب إذا كنت واعظ، عظ الناس باللي يوسع عليهم دنياهم مش اللي يضيقها عليهم. عظ الناس باللي يحببهم في الإسلام وفي الدين. الإسلام، الأكذوبة اللي قالت إن الإسلام انتشر بحد السيف، هذا لم يحدث. الإسلام انتشر بأمثال الإمام أبو حنيفة، التجار اللي عندهم أمانة، بالناس الأذكياء، الناس اللي عندهم شغف للعلم وشغف لكسب الحلال، هم دول اللي حببوا أهل فارس وأهل دول أوروبا ودول البلقان في الإسلام وخلوهم دخلوا في دين الله أفواجا. يبقى أنت لما تكلم الناس في الدين حببهم في الدين بالأدب كمان وبالورع. اتكلم عن الناس بأدب، اتكلم عن مشايخك بأدب. لما تيجي تتكلم عن طالب من طلابك أهو أصغر منك بس برضو تتأدب، لأن حتى طلابك دول ليهم حق عليك. ولا وسبحان الله احنا قلنا في حلقة سابقة رب مبلغ أوعى من سامع. ربما يكون الطالب ده طالب نجيب، يعني يعلم أكثر ما يعلم شيخه في المستقبل في قابل الأيام، ولكنه لا يرفع عينه لكي يعني كما يقولون يتبجح على شيخه. وفي قصة جميلة جدا للإمام أبو حنيفة مع تلميذه أبو يوسف، بتبين قد ايه البني ادم لازم يكون مؤدب مع شيخه. الامام ابو حنيفه كان من انجب تلاميذه، احنا قلنا الامام محمد بن الحسن والامام ابو يوسف. فابو يوسف ده كان راجل عنده علم عظيم، وحتى انه كان من الطلاب اللي خرجوا عن راي الامام ابي حنيفه في كثير من المسائل واخذ بها في المذهب. فالامام ابو حنيفه مره مرض الامام ابو يوسف، احد طلابه مرض مرض شديد، فبكى الامام ابو حنيفه وهو يزوره وقال أنا كنت أعدك كي تكون الشيخ بعدي. فهو أنت اللي هتكون شيخ الناس اللي أنا هتركهم دول. فيعني يشفق عليه أن يموت وهو صغير. وكان مريض صغير. بمرض خطير. كان مريض يعني؟ بمرض خطير. فيدعو الله عز وجل، الإمام أبو حنيفة يدعو لطالبه لتلميذه فيشفى. فلما شفي ماذا فعل؟ اتخذ حلقة وحده يعلم الناس. يعني خد الكلمة بتاعت شيخه أن أنت أستاذ ومعلم وتعلم الناس. تشجيع بيشجعه. فعمل ايه؟ هو اغتر بهذه الكلمة رحمه الله تعالى، وقعد في حلقة لوحده عشان يدرس الناس. فالإمام أبو حنيفة علم بذلك فأحب أن يعلمه درس، فقال لأحد طلابه اذهب، أحد الجلوس معه قال له اذهب إلى أبو يوسف أو إلى أبي يوسف في حلقة علمه، فقل له قد دفعت ثوبا إلى قصار، يعني اديت ثوب للخياط عشان يقصره. فغصبه، أله أجرة؟ يعني غصبه، خد الثوب غصبه ما رضيش يديله الثوب مرة تانية، أله أجرة؟ فإن قال لك له أجرة فقل له أخطأت، وإن قال لا أجرة له فقل له أخطأت. فراح الراجل للمجلس بتاع الإمام أبو يوسف وقال له يا إمام دفعت ثوبا إلى قصار فغصبه مني، أله أجرة؟ فقال بعد أن فكر في المسألة قال له أجرة، فقال أخطأت. فرجع إلى بيته وبحث المسألة ورجع في اليوم الثاني فسأله نفس السؤال فقال لا أجرة له، قال له أخطأت. فذهب إلى شيخه. هنا يذهب الطالب إلى معلمه ليتعلم. فقال يا إمام الرجل قال كذا وكذا وكذا فقلت له كذا فقال أخطأت وقلت كذا فقال نعم أخطأت. إذا كان قد قصره قبل غصبه فله أجر،
لأنه كان قد قصره لصاحبه، وإن كان قد قصره بعد غصبه فلا أجرة له لأنه قصره لنفسه. فمكث الإمام أبو يوسف في حلقة علم شيخه أبي حنيفة إلى أن مات أبو حنيفة، وتعلم أن الطالب مهما علم فلن يصعد أو لن يعلو كعبه على كعب شيخه. أكيد. فإن تأدبت ارتفع شأنك في العلم. فلا يتعلم مستحن ولا متكبر. تمام. اتنين ما يتعلموش. تمام. مستحي والمتكبر. تمام. فاصل ونرجع لحضراتكم. Me presento, me llamo Khaled y soy alumno de la Facultad del Alson, Departamento del Español. El curso es muy útil. Me ha ayudado muchísimo a mejorar mi español hablado y he aprendido muchísimas cosas aquí, así que me ha gustado muchísimo. Estoy aquí para contaros mi experiencia con español y cómo me prepararon para tomar una parte activa en el campo del trabajo con el español. Es maravilloso, o sea, me encanta la manera que nos explica los temas y sobre todo que nos enseña gramática, ya que es muy importante manejarla. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ومعانا الباحثة مروة محمد مهدي. برحب بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيكي. عاوز أعرف من حضرتك، يعني الإمام أبو حنيفة هل طول عمره كان بيتاجر ولا اشتغل في وظيفة أخرى؟ الإمام أبو حنيفة كما قلنا ابتدى تاجر يبيع الخز والحرير، لكن بعد ذلك تفرغ للفتوى. لما رأى أن الفتوى ده علم شريف وعظيم ويأتيه الناس طوال النهار يسألونه عن المسائل، فتفرغ للفتوى. تمام. وده اللي أدى به سبحان الله العظيم بعد ذلك من كثرة فتاواه إلى أن ولي يعني طلب منه المنصور ولاية القضاء، قضاء العراق، فرفض فحبسه حتى مات. طب إزاي توفى الإمام أبو حنيفة؟ حبس لأنه طلب منه القضاء، طلب منه أن يكون قاضي في العراق، فرفض القضاء، فالإمام الخليفة المنصور أصر عليه أن يلي قضاء الكوفة فرفض، وأصر أن هو لا يتولى القضاء ورعا وزهدا منه، يعني توفى. فحبس في خلافة المنصور إلى أن توفاه الله عز وجل في محبسه. تمام. رحمه الله ورضي عنه. أشكرك. ربنا يبارك. أشكر حضرتك. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، وانتظرونا في حلقة جديدة.